إلى مباراة أخرى بين المكسيك والتشيك. المنتخب التشيكوسلوفاكي بالزي الأبيض الكامل، المنتخب المكسيكي بدا ضعيفا وبدا ضحية وبدا متوقعا أن يتعرض لسيل من الأهداف. ها هو الهدف الأول لمصلحة المنتخب التشيكي. يبدو أنه يوم تعيس آخر للمكسيكيين الذين سيتجرعون مرارة الهزيمة من جديد، ولكن المظاهر تكون خداعة أحيانا حتى في مباريات كرة القدم. سيطر المنتخب التشيكي وحاول أن يحرز الهدف الثاني، وكاد ينجح في ذلك لولا براعة الحارس كارباخال. هدف مقابل لا شيء للمنتخب التشيكي، نتيجة تعني تأهله إلى الدور ربع النهائي بلا نقاش. منتخب المكسيك عاود الهجوم ووصلت الكرة إلى لاعبه دياز بعد سلسلة من التمريرات ولعبها بسهولة في الشباك المشرعة. هدف التعادل للمنتخب الأمريكي اللاتيني. هذا الهدف أسعد الجمهور المحلي، ولكن المنتخب الأوروبي الشرقي كان ليهاجم من جديد، وكان ليسعى إلى أن يتقدم مرة أخرى كما فعل ذلك من قبل. كرة عرضية، ولكن الحارس الذي تدرب على الكرات العرضية أتقن التعامل معها وأسعد مرتدي السومبريرو المكسيكيين. هكذا سيطر على أجواء منطقة الجزاء حارس المكسيك الذي شارك في 5 بطولات لكأس العالم كأكثر حارس مرمى يفعل ذلك. المنتخب المكسيكي أرهق الدفاع التشيكي بالضغط، وكان على اللاعبين التشيكيين أن يبحثوا عن وسيلة لإبعاد هذا الضغط عن مرماهم دون أن يصيبوا نجاحا كبيرا. لقد ظلت المكسيك متواجدة في نصف الملعب التشيكوسلوفاكي، وظلت تضغط وتقاتل من أجل هدف ثان في مرمى الفريق الأوروبي الذي عجز دفاعه عن إبعاد الكرة، مما سمح للمنتخب المكسيكي في إحراز الهدف الثاني عن طريق اللاعب أكيلا. هدفان مقابل هدف واحد، نتيجة لمصلحة المكسيك لم يتوقعها الكثيرون مع نهاية الشوط الأول. في الشوط الثاني دخل المنتخب التشيكي مصمما على التعديل وعلى استعادة سمعته وتوازنه، ولكن الحارس المكسيكي العملاق أحبط محاولاته الواحدة تلو الأخرى، واعتمد المكسيكيون على الهجوم المضاد وهددوا المرمى التشيكي وطالبوا هنا بلمسة يد وبركلة جزاء أمام منتخب تشيكوسلوفاكيا. وهذا كان رأي الحارس. لقد كان على المصورين أن يهرعوا من الطرف الآخر من الملعب، لأنهم تجمعوا وراء مرمى كارباخال، وسمح لهم الحكم بهذا المشهد الغريب من أجل التقاط صورة ركلة الجزاء. إذن هرنانديز المكسيكي يتقدم للكرة ويضعها في الشباك. لم يضع جهد المصورين هباء، وجاء الهدف، وكان على المصورين أن يرجعوا إلى داخل أرض الملعب ليصوروا صاحب الهدف ثم ليستعيدوا أماكنهم. على أي حال هذه كانت لحظة النصر وتقدم المكسيك ب3 أهداف مقابل هدف وحيد.